محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي، الف الف مبروك وتستحق 100 سنه مش سنه واحده كمان يا سياده العميد. ربنا يخليك يا كنيد، ما تحرمش منك والله، ربنا يخليك يا فندم. يعني عايز اعرف طبعا انطباعك، انا عارف ان حضرتك قد ايه مخلص النادي الاهلي وقد ايه بتشتغل، ودايما بقول عليك دينامو النادي الاهلي، ودي حقيقه يعني، مش عايز اقول لك كده وحضرتك معايا لكن بتكلم كده، وكل الناس بصراحه اللي عارفه محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي بيشتغل ازاي وبيشتغل قد ايه بقلبه. عايز اعرف انطباعك عن التجديد من قبل مجلس الاداره. هو طبعا الحمد لله رب العالمين، انا يعني بوجه شكر خاص لمجلس الاداره. السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه جدا، وبشكرهم على ثقتهم وتجديد الثقه، يعني الحمد لله رب العالمين فيا وفي زمايلي وفريق العمل اللي بيشتغل. يمكن كلنا عارفين السنه اللي فاتت احنا تعبنا فيها قد ايه، واتمنى ان شاء الله باذن الله 2019 نكون على قد يعني المسؤوليه وقد المسؤوليه اللي مجلس الاداره وضعها فينا تاني. انا وبرضه هرجع اقول تاني وزمايلي، لان دول المجموعه اللي بتشتغل، انا يعني ما اقدر اشتغل لوحدي، الحمد لله في تيم ورك كويس محترم على مستوى ثلاث فروع، استاذي ودايما انا بقول هو فعلا استاذي والاخ الاكبر سيادته حسن مسعود في مدينه نصر، وسياده الوالد الشاوي في زايد، واخويا خالد مرسي في الجزيره، تيم وفريق عمل بيشتغل الحمد لله رب العالمين. ويمكن يعني النهارده دي شهاده اعتزاز وتقدير من مجلس اداره، قدر المجهود اللي حصل السنه اللي فاتت كله، ونتمنى ان احنا نكون عند ثقه مجلس اداره وثقه الجمعيه العموميه وثقه جمهور النادي الاهلي باذن الله في 2019 ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن، يعني حضرتك اشتغلت في، مش بترفض انت الشغل في ظروف صعبه والكلام ده كله، لازم اقول طبعا قدام الناس ولازم اعرف ناس، والناس عارفه قد ايه اشتغلت والفتره اللي فاتت تحت ضغط كبير جدا وتحديات كبيره جدا، لكن الحمد لله النادي الاهلي دايما بيخرج على ايدين ولاده ومحبين مخلصين جدا، بيخرج من اي حاجه الحمد لله، كانت ضغوطات وعدينا منها، اعتقد هيبقى في اريحيه الفتره اللي جايه يا سياده العميد. نتمنى ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انا هقول لك يعني الحمد لله رب العالمين، احنا متعودين نشتغل كده، اللي بيحب النادي الاهلي بيشتغل في النادي الاهلي تحت اي ظروف، اللي بيحب النادي الاهلي بيخدم النادي الاهلي في اي مكان، احنا متربيين في النادي الاهلي، اتجوزنا من النادي الاهلي، ولادنا في النادي الاهلي عايشين جواه، فالحمد لله رب العالمين. يمكن الظروف اللي حصلت ممكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني اختارنا او بالمجموعه اللي موجوده عشان خاطر ده الوقت المناسب اللي هي المجموعه دي فعلا هتقف مع النادي الاهلي في الوقت دوت، انا اعمل حاجه اللي احنا قدرنا نقف وقدرنا نصمد الفتره اللي فاتت الحمد لله، واتمنى الفتره اللي جايه زي ما انت بتقول كده تبقى افضل ان شاء الله، تبقى 2019 على النادي الاهلي وعلى جمهوره وجمعيته العموميه ومجلس ادارته، يعني ما حدش يتصور المجهود اللي بيحصل قد ايه، وما حدش يتصور النوايا الخالصه برضه اللي بتشتغل في المكان من بحب واخلاص، من اصغر عامل لاكبر واحد على راس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، انت بتتعلم منه، خلي بالك كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي كابتن صلاح سليم، الرموز دي انت بتتعلم منها، احنا كنا بنسمع الكلام ده واحنا صغيرين وعشناه بقى دلوقتي واحنا كبار، انت بتتعلم ازاي تحب النادي الاهلي من الرموز اللي موجوده، ازاي تحب النادي الاهلي من رئيس النادي الاهلي، ازاي يبقى تعبان وخارج من العمليه بيسالك عن النادي الاهلي، ازاي انت النهارده اولوياته ما بيحبش يرد على مهاترات بتحصل كتير، اهم حاجه عنده بالنسبه له النادي الاهلي، هو ده يمكن اللي خلى النادي الاهلي عدى الفتره اللي فاتت بكل المهاترات اللي كانت بتحصل بسلام الحمد لله. واتمنى بقى ان شاء الله باذن الله في 2019 ان شاء الله باذن الله بالفريق العمل اللي مجلس اداره يعني وضع ثقته فيه، اتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تبقى باذن الله خير على النادي الاهلي وكلها انتصارات وبطولات باذن الله. اكيد ان شاء الله يا سياده العميد، وحضرتك بتتكلم في تعب ومجهود بذل خلال الفترة الماضية، وربنا كان بيكلل تعبكم دايما بالخير، ودايما الحاجات بتظهر للناس، ودايما الناس بيقولوا لا بصراحة كان عندهم حق رغم الضغوطات الكبيرة جدا، وبأكد عليها مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، أنا بقول لك إحنا لسه مخلصين مجلس إدارة دلوقتي، أنا سايب مجلس الإدارة بيكرم فريق باسكت مرتبط رجال وسيدات، فريق تنس الطاولة رجال وسيدات اللي حصل على الكرة العربية، فهو ده النادي الاهلي وهو ده ولاد النادي الاهلي، فربنا يكرم يعني، انا بقول اكتر من دعواتكم، وطول ما انتم جنبنا وطول ما قناه الاهلي جنبنا وعامل النادي الاهلي موجود وبيظهر الحقيقه دايما للناس، دايما احنا بنقول يعني المنبر الاعلامي الحقيقي الصادق هو المركز الاعلامي النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، فربنا يكرمنا ادعوا لنا ودعواتكم ونكون قد الثقه دي وقد ثقه الجمعيه العموميه، ربنا يكرم، لان المفروض السنه دي برضه نقدم جديد غير السنه اللي فاتت، اعضاء الجمعيه العموميه متهيألي اتعودوا على حاجات الحمد لله رب العالمين، السنه اللي فاتت كان في مجهود مبذول، مطلوب مني ومن زمايلي الفتره اللي جايه اللي هم يقدموا جديد برضه ان شاء الله، وربنا يسهل باذن الله. قد الثقه دايما يا سياده العميد، ومن نجاح لنجاح، ودايما كده محب ومخلص نادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع اهلي قوي جدا 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 اكتر من الاول كمان على ايديكم، شكرا جدا لحضرتك وكل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي كان معانا على الهاتف، بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك للمره المليون. بتاعتك انا كان سياده العميد وقرر